اخيرا. قول لي بقى، رحت بيت فين من ساعه ما سبت بيت الدمنهوري؟ في فندق معفن، اعفن فندق فيك يا مصر، انضف منه. حد عارف انت نمت فين؟ سالم، لانه اصر ياخدني معاه الفندق بتاعه بايت معاه. علشان تبقى تحت عين 24 ساعه. وده غلط؟ لا بالعكس، ده كويس بالنسبه لنا، علشان هو اللي هيبقى تحت عينك 24 ساعه. يا باشا بس ده عامل زي الفرقع لوز، 24 ساعه بيوين. ما تقلقش، احنا مراقبين كل تحركاته زي ما هم مراقبين كل تحركاتك. بق شاي بقى؟ بقين شاي. يلا تعال. ايه البيت ده يا باشا؟ كام اوضه؟ كتير. دول المكلفين بمراقبتك واللي اكتشفناهم لحد دلوقتي. ولسه في تاني ولا يا باشا؟ لما هطلبوا منك انك تشتغل معاهم المراقبه هتزيد. بس هما ما يعرفوش مكاني فين دلوقتي. اكيد الراجل ده لو كان جري وراك كان هيتكشف، بس انت اللي جريت علشان ما تتعورش. تفتكر يا باشا سبوبه رجله جت في الخيال ولا لسه؟ تفتكر انت ايه؟ والله يا باشا انا شايف همسات ونظرات كده. انا احساسي بيقول ان رجله دخلت الخيال. احساسك صح، من غير ما تتنفخ قوي كده. ماشي، احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش رجله غرزت لغايه فين. شطارتك بقى تجيب لنا المعلومه دي. وايه تاني ساعتها؟ انا عايزك تقرب من سالم من غير ما يحس انك مدلوق عليه. اقرب منه اكتر من كده يا باشا؟ ده انا قاعد معاه في اوضه واحده. ده لو اخويا ابن امه وابويا ما كنتش هستحمله. ده اكيد مصطفى جاب الاكل، خليك انت. اهو يبقى عيش وملح هنا كمان. شكلها بتنجان. الجمبري خليت بيه. لا لا حبيبي تعال. يا سلام، شوية فوسفور كده يرموا العظم. دايما عامل خالد بيه. أنا والشفا. دايما عامل خالد بيه. هو الأكل ده مش على حساب ال لا أنا العازم. ده مصطفى بيضرب ضرب. يا أخي بالهنا والشفا، أنت هتقر على الراجل. الله على ضحكتك يا باشا. تصدق وتؤمن بيه. لا إله إلا الله. أنا بطمن لما بشوف ضحكتك. اطمن يا عمر. يلا عشان ما تتأخرش. يا خسارة. الأيام جاية كتير. إن شاء الله. خلي بالك من نفسك يا عمر. وخلي بالك من الدقنة لحسن تطلع. اغلى حاجه عندك ما تزعل مني تاني. لاحسن انت زعلك طلع وحش. في ايدك انك ما تزعلنيش. تبقى لسه زعلان؟ لا خلاص مش زعلان. طب احلف انك مش زعلان يا باشا. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا شفتك النهارده ردت فيا الروح. احنا حواليك طول الوقت يا عمر، بس لعلمك بقى انا لسه زعلان. عمر، احنا املنا فيك كبير. قول يا رب. يا رب دايما.
ما كان فيك تسحب عمر من عند الدمنهوري وترده على الاوتيل؟ ما الدمنهوري عمل فيها السبع رجاله وحملني مسؤوليه اللي حصل لعمر، فانا قلت اطاطي الريح لحد ما تعدي شويه كده والاقي لي طريقه عشان ارجعه تاني الحب. لازم من بعده عند الدمنهوري وتقعده معك بالاوتيل لحتى تضل عيوننا عليه. طب ابعده ازاي يعني؟ مش انت قلت انه هو ترك الدمنهوري لانه عنده نحوه؟ شو صار له؟ عمر تعب والدمنهوري شبط فيه. شو هالدمنهوري هذا؟ لازم من بعده عن عمر. نبعده ازاي؟ بعد ساعتين بتروح على البار بتشوف روت هنيك، هي بتقول لك شو لازم تعمل. ايه الاخبار؟ تكونس والله ليكي وحشه. شوف معنيك مش فهماني بس والله ليكي وحشه. ايه ده يا بنت لذينه؟ حشيش حبيبي. سلام يا غالي حبيبي. يا راس ميسا سي با بور توا. ايه دي مش ليك. امال دي تتالي ليه؟ دي هتحطها في درج الدمنهوري في القهوه. يا نهار اسود حشيش. ما عايزين تلبسوا الراجل قضيه حشيش. باي. دبل بلاك. ألف حمد لله على سلامتك يا هندسة. الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ما تشوف شر. والله انشغل بالنا عليك أخي عمار. يا جماعة الواحد مش عارف يقول لك إيه والله، تسلموا. الله. هو في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. أخي عمر كان تعبان شوية. يا أخي ولا تعبان ولا حاجة، شوية تعب بسيط وراح لحاله يا سبوب. مش في داعي تقلقهم يعني يا عم حوت. اسلم بس يا عمر، مش لازم تعرف إذا كانت الناس بتحبك ولا شايلة منك، عشان بتغلبهم في الطاولة. لا انت غلطان يا معلم. انا لو منك كنت رقدت في البيت 3 4 ايام عشان اشوف مين اللي هيجي يزورني ومين اللي مش هيجي يزورني، واللي هيجي يزورني ده هيجيب معاه هديه ولا هيستعبط. يا ساتر عليك يا اخي، حتى الراجل وهو تعبان عايزه يعمل من تعبه سبوبه. يا راجل يا سبوبه بس اهو وش الخير والسعد وصل اهو. جريعة محوده في ايه؟ انت تمسكها لي زله، هو اللي معدته بايظه ولا مز... بس اسكت هتفضح نفسك. على فكره محدش من اللي قاعدين دول عنده فكره على الموضوع ده خالص. ليه كده بس يا عمنا؟ ما كنت تسيبه يكمل. ولع خلصت حواديت، تروح شوف شغلك يلا. حمام اهو. ليش عم تسكته؟ خليه يكمل كلامه يا حوده. عاجبك؟ ما تقلقش خالص، انا هحكي لكم كل حاجه، بس هدخل افك ميه واجي لكم على طول. زين خلونا نلعب مناسبه سلامه عمر. ايوه بس هنلعب على ايه المره دي؟ لا شغله انه نلعب على شيء ثاني ما له معنى بنوب، خصوصا بعد ما تاكدنا انك بتغلبنا انت وسالم. اي خلونا نلعب فور فان بس. اه تفريح يعني وماله؟ لا كده لازم اغلي المشاريب عشان اعوض خسارتي من فرق مكسب لعب الطاوله. يا نهار اسود فكرتني بصاحب القهوه اللي تحت بيتك في مصر. ايه يا رجاله؟ هنلعب على ايه؟ على ما تفرق، بطلوا لعب على المشاريب يا سيدي. لا يا راجل. هو ده لعبه برضه؟ المرة دي اللعب على ايه بقى؟ على الأدوية؟ مش هخلص منك أنا. العب.